صلى بنا إمام صلاة فأتى على سجدة فكبر راكعا ولم نعلم فكبرنا ساجدين ثم لم نقم إلا بقوله سمع الله لمن حمده فماذا علينا؟ هذا يقع أحيانا، فعليكم أن تقوموا من السجود وأن تتابعوا الإمام فيما بقي من الصلاة، وإذا سلم عليكم أن تقوموا وتأتوا بركعة، لأن الركوع فاتكم مع الإمام، عليكم أن تأتوا بركعة وأن تسجدوا للسهو بعد الإمام.